بسم الله الرحمن الرحيم. صديقي وعزيزي واخي مشجع ارسنال الكريم، بص لو رحت اتفرجت على الفيديو بتاع مباراه ارسنال ورابط فيينا كنت بقول لك فيه ان انت هتلاقي مشاكل ومعاناه كبيره جدا لارسنال في المباريات قدام الفرق الضعيفه، بس بصراحه ما كنتش فاهم ان هلاقي النهارده براند روجر سبحان الله سايب لك الكوره كده. وبالمناسبه وانت بتدخل عندي كده وبتتفرج على الفيديو بتاع ارسنال ورابط فيينا، والله ما تخسر حاجه لو عملت لايك وعملت سبسكرايب، يعني مش هيكون بتعاني معايا في 6-7 دقايق اللي اتفرج فيهم على الفيديو بقدر المعاناه اللي عانيتها النهارده. للامانه يعني انا زيك عانيت بصراحه، 70 دقيقه ارسنال ماسك الكوره عامل استحواذ سلبي ومش عارف يعمل يصنع فرص ولا يخلق اي هجمه خطيره جدا على مرمى كاسبر شمايكل، وفي نفس الوقت بنسمع يوسف سيف. بصراحه كان كتير، والله بجد كان كتير، يعني الموضوع متعب ومرهق بدنيا ومرهق ذهنيا لينا ان احنا قاعدين نتفرج على كل العك ده. يا جماعه مش كده، احنا اتفرجنا على مباراه تشيلسي ومانشستر يونايتد وقفلنا وشربنا ونمنا وقلنا الحمد لله على 90 دقيقه الهم والغم اللي اتفرجنا عليها دي. انما لما اجي تاني يوم ارسنال وليستر سيتي، يا جماعه طب ارسنال مرفوع عنه كان بيلعب كوره جميله وليستر بيلعب كوره جميله، لا النهارده بقى براند روجرز قرر ان انا هرخم على ارسنال. ممكن تستنى معايا ثانيه؟ براند روجرز النهارده قال لك مش ارسنال بيحب يلعبوا 3-4-3، طب انا بقى هلعب بال 3-4-2-1. طب ليه يا عم هتلعب بال 3-4-2-1؟ قال لك الموضوع سهل جدا وبسيط، ارسنال بيحبوا ان هم يلعبوا كوره طويله من تحت على الاثنين الهافات اللي موجودين، سواء اوباميانج ناحيه الشمال او سواء بيبي او سواء هتلعب بمين ناحيه اليمين، فارسنال فانا كده كده هقفل المساحات ومش هسمح لديفيد لويز ان هو يخترقني بالكرات الطويله، فبص انا هلعب له بال 3-4-3 دي، بال 3-4-2-1 وهي برده 3-4-3 وهي كلها مشتقه من 3-5-2 علشان خاطر هنقفل المساحات وهنعتمد على سرعات ماديسون وعلى سرعات بارتر وعلى سرعات كمان هيرفي بارنز ان هم بيعرفوا يعدوا واحد على واحد، وممكن ان هم يخلقوا خطوره على خط دفاع ارسنال اللي مكون من ثلاثي مفترض ان انت بتلعب بالثلاثه 4-3 النهارده لمايكل ارتيتا، بس 3-4-3 فيها ناحيه الشمال تشاكا وقدامه كيلين تيرني وقدامه كمان كان بياكو ساكا، والحاجه اللي استغربت فيها ان انت بتلعب بناحيه اليمين باوباميانج، معلش انت مش جايب واحد اسمه بيبي ب 80 مليون علشان خاطر تحط اوباميانج ناحيه اليمين، طب ما كنت قلت لك حاجه سهله وبسيطه، ما كنت حطيت هنا بيبي مثلا ناحيه اليمين وكنت حطيت مثلا فيرويد اوبا، لان ما اعتقدش ان اوبا حتى لو ما بيعرفش يلعبها كمهاجم صريح هيكون أسوأ من لاكا الفتره دي، لان لاكازيت الفتره دي مش شايف قدامه، حتى لما ربنا كرمه وحط جون بدماغه في اول المباراه شاكا قال له عليا الطلاق ما هنجيبها وراح دخل في اللعبه وتسبب في ان الكره تحسب اوفسايد، وبعد كده الحمد لله شفنا المباراه بتسير بملل غير طبيعي، سرعه سلاحف كده وانت بتتفرج على الماتش اللي هو طب هو الشوط هيخلص امتى طيب عشان نخش الشوط الثاني والمدربين يعدلوا ونخلص من ام القرف اللي احنا بنتفرج عليه 45 دقيقه ده؟ لا ما انا مش عايز اقول لك الماتش اتفضل زي ما هو، فبرضه نفس الوضع الفرقه بتاعت ليستر سيتي كلها تحت الكوره والفرقه كلها تحت الكوره وسايبين لارسنال الكوره، يلا يا جماعه بقى هاجمونا انتوا وتعال هاجمونا، وارسنال بسم الله ما شاء الله وهو معاه الكوره الكوره بتطلع من تحت تروح على الطرف شويه بعد كده تخش نص الملعب توماس بارتي بعد كده ندور على داني سوبايس نشوف هيعمل ايه حل، داني سوبايس بياخد الكوره يلعب بيها ناحيه اليمين شويه حرك فيها هيكتور بلين، هيكتور بلين يرجعها تاني لتوماس بارتي، توماس بارتي يدور على داني سوبايس تاني عشان خاطر يطلع بالهجمه لقدام، بعد كده بقى داني سوبايس ربنا يكرمه ويدور على كيلين تيرني عشان خاطر اللفه اللي احنا لفيناها دي ما راحتش لكيلين تيرني، كيلين تيرني بقى يدور على اوباميانج ينزل يستلم من تحت فاوباميانج يبص كده مش عارف يخلق فرصه فيرجع يراجع بيها تاني لكيلين تيرني وهلم اجرب بقى 75 دقيقة مقرفة جدا لحد ما أخيرا مدرب ليستر قرر إن هو يفرج، أنا سايب ال 75 دقيقة دي، براند روجرز قال لك بصوا أنا عايز أنزل جيمي فاردي وهو محظوظ على أرسنال، هو مش جاهز بس راجل شغال على أرسنال، وكمان أنزل جنكيز أوندر، الراجل المنتظر إن هو يعمل موسم كويس علشان خاطر روما كانوا واخدين فيه إن هو اللاعب ده جاي أسطورة هو تركي بس ممكن إن هو يكون مؤثر معانا السنة دي وهيكون لعيب جيد جدا ونبيعه بفلوس كتير، الراجل فشل فشل رهيب جدا، فقال لك بصوا إحنا نعيره لدوري إنجليزي ياخد خبرات هناك وبعد كده نرجعه يمكن ربنا يكرمه وليستر يشتريه، الراجل بسم الله ما شاء الله أول ما نزل النهاردة هو فردي كانوا عاملين انفراد بس مع الأسف الشديد فشل في التعامل معاه فشل في السلامه وفي النص كده لان ديفيد لويس في مبدأ الشوط الثاني قال لك انا مش عايز اكمل انا مصاب، طب كده الكرات اللي احنا بنلعبها في ظهر المدافعين اتضربت، ديفيد لويس اتصاب ونزل مكانه سكور ده مصطفي، دي مصيبه سودا، يعني خسرت حاجه هجوميه كنت بعتمد بيها على ديفيد لويس وخسرت كمان ان انا نزلت مكانه سكور ده مصطفي واول ما جيمي فارد ما نزل قال له تعال ده انا بحب العب ناحيتك يا راجل ده انا لما شفتك كده حسيت ان انا جاهز بدنيا
وفجاه سبحان الله يا اخي بتلاقي ايه ان الراجل دبت فيه الروح وقدر ياخد السبرنت من نص الملعب علشان خاطر جيكيس اندر يلعبها له، وتلاقي ايه ان جيمي فاردي جاب الهدف الاول وخلاص الماتش. ارسنال لو قعد يهاجم من هنا لبكره الصبح حتى لو ابتدى صاحي من نومه وقرر ان انا هنزل بيبي مكان ساكا اللي هو جاب جاز واللي هو اساسا كان بيتحاول من على اصابته. تخيل بوياكو ساكا الشبل الصغير بيلعب وهو مصاب على نيكولاس بيبي اللاعب اللي انت منتظر منه ان هو يقدم اضافه. الكلام ده ما يحصلش غير في ارسنال، والله ما بيحصل غير في ارسنال. وتقوم ايه بقى ارسنال ماسك الكوره وبرده مفيش حاجه خالص، وحتى كمان جيمي فاردي بيضيع الهدف الثاني لحد ما توصل لنتيجه كده غريبه جدا بعد الماتش ما خلص. هو احنا اتخدعنا بالبطولتين اللي ارتيتا خدهم؟ ما انا قلت لك ساعتها ارتيتا كان بيلعب على جامات المرتده، وقلت لك الماتش بتاع رابط فيينا لو انت ما خدتش على الفيديو وممكن اقول لك خش عليه تاني، هتلاقي برضو ان الفرقه عندها مشكله في صناعه الالعاب وان الفرقه ما عندهاش حد بيعرف ينقل الكره لقدام. هتقول لي بس صفقه توماس بارتي كانت حلوه، اقول لك يابا قشطه، انت كنت محتاج حسام عوار او كنت محتاج حد ياخد الكره ايه لقدام، ما كنتش محتاج حد يقطع كور. ما انت بسم الله ما شاء الله كان عندك تويرا وكان عندك جندوزي وتشاكا. هو تشاكا انا عارف ان هو لا هو نافع 6 ولا نافع 8، بس هو مفترض ان هو بيلعب 6 و8 مع بعض. بس عادي يا عم، الراجل النهارده الحمد لله لعب ناحيه الشمال، والحمد لله برده جون جه من ناحيته برده، يعني جيكيز اندر لعب العرضيه من ناحيه الشمال الحمد لله. عارف ان انت تعبت والله في فرجة على الارض، بس عارف اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ انت لهفتك وحبك في ارسنال زياده عن اللزوم، اعمل زي يابا. انا كنت بشجع ارسنال زمان لما شفت الواد بالنسبه لهم رايح كده قلت بس الله يبقى انا مكمل، مش ناقصه هي حرق الدم، احنا فينا اللي مكفينا في حياتنا، فكمان الكوره اللي احنا بنحبها هلا ارسنال بيرفنا. بس الامانه بعد ما شفت رحيل فينجر اكتشفت ان الراجل كنا ظالمينه، والله بجد كنا ظالمينه. الراجل كان بيهاجم من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وكان بيضرب المرتدات، سبحان الله دلوقتي لا بقى فيه هجوم ولا بقى فيه مرتدات بيضرب بيها ارسنال، وارسنال بيضرب وهو بيتلعب عليها جبهات منظمه وبيضرب من كل حته. بس لينا في موضوع ارسنال وارتيتا وتعيين ارتيتا ده قصه ثانيه وفكره ثانيه مختلفه، مش تخسر حاجه لو عملت رايك، هعرض رايك على الخساره وكان ربنا يكون في عونك يا صديقي.